هاي مرحبا. This is vlog number 5. وهلا نحن بمطار إنزهايم رايحين على مارسي. عملنا بوردينج. بدنا ناكل لأنه جوعانين كالعادة. These are very yummy things called bretzels. You see. هاي الأشياء التقليدية تبع الألزاس بيعملوا قطويات صغار كتير طيبين وأنواع من المربيات كتير غريبة وحلوة. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à bord. On a besoin de la désignation de طلعنا من الطيارة على الباب دغري لا تفتيش ولا شيء لأنه هالطيران داخلي. شو هلا دقيقة يا جماعة؟ طارق بالأصل لود أونا لود أونا. نحن على البحر المتوسط، شوفوا الشمس ما أحلاها، شوفوا الدفا، شوفوا الصيف. طارق ليش 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 ما لنا على البحر؟ ليش؟ نص يوم جايين نص يوم بطولة ساندرا علوش عاطرين الواصلة يمشي مشان ناخذنا على السنتر تبع مارسي. أنا ما عم صدق الطقس شو حلو كثير غيرانة حاسة بالغيرة شوب بس تعال هون كثير صيف هلا رسميا صرنا بمارسي بسانتر هي محطة القطار الجار وصلنا الباص لعند المحطة وهلا بدنا ناخذ تاكسي او بدنا نمشي ما بنعرف قديش بعيد رح نشوف هلا على جوجل مابس من اكثر الشغلات اللي بتميز هي المدينة هي نسبة العرب العالية كثير ساكنين هون طبعا بحكم انه هي قريبة كثير من الجزائر وتونس والمغرب فالمهاجرين بيجوا عادة بيستقروا بهي المدينة هلا عم باخذ اللقطة الأولى اللي هي الاستابليش بوينت مشان التقرير اللي هي لقطة عامة لمارسي يمكن لو حد زمانه قاعد بالفور سيزونز او بالهيلتون فكل الاوتيلات بشين يو ورك وذ ذا مافيا نو نو كابيش السلام عليكم اكثر شيء حبيته بمارسي انه الابنيه كثير جديده وحلوه كثير 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 جديده وحلوه وصلنا هلا على المركز اللي فيه الحفله وعم ناخذ لقطه عامه مشان نفوت نلحق نشوفهم هنا وعم يركبوا حابين نصورهم هنا عم يركبوا العده ابو حميد العظيم كيفك هاي السيريان روك كونسرت سيريان سبانيش او فرنش روك كونسرت بالمطار راجعين على ستراسبورغ بس متأخرين على البوردينج شوي
يعني مع محبتي البالغة لكل المدن الحلوة اللي شفناها، ستراسبورغ هيك فيها كتير كتير إحساس أوروبي حلو، فهمتوني؟ هلأ مرسي كتير كربوجة المدينة وحلوة وهيك، بس يعني أبدا ما بتحس حالك بأوروبا، لا البنايات ولا الشوارع. يعني كمان ستراسبورغ كونه هي بالنص بين ألمانيا وفرنسا وقريبة كتير على سويسرا، فجاي المدينة منوعة كتير ثقافيا وجنسيات فيها كتير أجانب. طبعا طلعنا من المطار هلأ ورايحين على البيت، نحط الأغراض وناخد أغراض تانين ونروح على أرتي. هذا النهار ما بيخلص، عندنا مونتاج طول النهار اليوم. هلأ صرنا بأرتي وبدنا ناكل. يلا على المونتاج هالمرة، رح منتج بأرتي مشان السرعة. عارفكم على جوليا؟ لاختستم مونتاج رح تكون هي اللي عم بتعملنا الإديتنج. So GoPro to the right. هلا خلصنا مونتاج وراحين على البيت أخيرا. أنا لسه ما خلصت شغل، لسه لازم أكتب شغلات وبكرة بدي أجي سجل صوت ومية قصة، بس بدي نام شوي. باي، سوري. It's night. يلا على الشغل. بدي كبة. بدك كبة؟ بدها تاكل كبة ماري. I love to see you. بدي كبة. That's Mary. That's my best friend here in Strasbourg. Hello guys. بكرة بدنا نروح نركض نحن الثلاثة سوا. Yes. ماري هي فرنسية وروسية at the same time. شوفي. شوفي. ما في شيء. لا ما. انا رايح بدي ادور للبرودكشن. بليز هلا كان يو هير مي؟ يا شور وي كان هير يو بريتي جود. سي ان بروجي كومونسي دان لي زاني 2000 ا داماس. اوجوردي il est exilé à Marseille mais il est toujours vivant. Le répertoire de chansons folk rock en français, en espagnol et bien sûr en arabe. Good job, Sandoud. Mabrouk. 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 See you soon. Merci, mec. Yes. Merci. مرحبا. مرحبتين. كيفك؟ I'm good. منيح أنا. أنت كيفك؟ أنا منيحة. تتحكي عربي كتير منيح. شوي. آه شكرا. شوفي. برداني. هاي شغاف. How are you, man? I'm good. She's waiting for her jacket. You see? She's cold outside. Thank you. شكرا. شكرا شغاف.